تتحسنوا لي راسو ايه زيد تتحسنوا لك راسك وكانوا بكري خلوا لنا عرف وزوج قرون عرف وزوج قرون من هنايا نهاري ختنوك حيدوا لي القرن زيد ونهاري يبغي يدير العرس اللي حيدوا لك القرن الاخر والعرف هذيك الساعه كتبقى صافي ولا فيها بغا تزوج صافي كاع اللي ما عندوش القرن عرفوا راه مجوج عرفوا راه مجوج واللي عنده زوج قرون اللي عنده زوج قرون باقي اللي بحال الماعز بحال الماعز دابا اللي عنده زوج قرون باقي بلا زوج هذا كيبان مسكين اللي بحال الماعز عرفوا راه باقي راه باقي باقي ما مجوج باقي ما مجوج اي باقي دوار اللي حيترك القرون اللي ترك قرن واحد الله مختن يلاه مختن هذاك يلاه مختن عوقروا لا تعقروا عوقروا لا تعقروا زين النهار يتجوز حيدوا لي كل شيء حيدوا لي القرن الاخر قرن العرف وكل شيء قرن العرف كيبقى من اللاطي بقى من اللاطي هذيك صافي راه منو المراه هذيك منو المراه منو الشابوعته كيفاش الوليد هذاك اللي محيدي لي القرون اش كيتحسب هذاك سيدي كيتحسب عندنا هنا في البلاد فرطاس فرطاس نعم فرطاس حيتجوج حيتجوج صافي واش انه معروف واخا في السوق واخا في الطريق تلقى عنده زوج قرون واحد هنا واحد هنا ديال السينيال لا بغا يدور على اليسار وهذا لا بغا يدور على الشمال اللي شتي باقي بقرون ولا دوي راه باقي بلا جوج لقيتي فرطاس راسو كيربوطه تاع الطياب راه مجوجين وراه قداو عليه غلبوه غلبوه ريحه الدواء زيد الوليد قلتي العرس كيدور واحد هو اللي تعرض تعرض على الناس مرحبا بك مرحبا بك وكيجي هو ولادو يجي هو ولادو ما يخافوا من عباد الله ولا يقولوا خاصنا الماكله كثيره لا تقول والو تقول بحكر في الصباح وكل في العشيه في اللي كل في العشيه وكل اللي كنديروا حنا في العرب وكاين شي غرام ما كاينش كاين اش كاين من غرام هذاك الوقت الفران جمع على داروا لك في الدوار تجمعوا 6000 كانوا يقول لي تعالى شي وحدين تقول لهم ولاد موينه تعالوا نجمعوا جماعه يجمعوا ديك 6000 ولا 7000 يعطوها المول العرس يطلع عنده ولكن هذا المول العرس راه يخسر كاع خاسر عدو تولى باش عليه راه عدو البقار راسو عدو هذيك الشيء كنا نديروا خاسر من اول مره من اول وخاسر احنا قبضنا في العرس قبضنا في العرس 22 لبسنا قبضنا في العرس 22 لبسنا من واحد السرقه ويبع بها واحد البغله بحال 22 اللي بدعوا لي ديك 22000 وتدلوا صافي صافي اه كان بك والختانه ديالك الوليد باقي عاقل عليها اوي باغي نعقل على اختي انت ما تعقلش لا لنا مختنا مختنا التوينشي واحد تيقولوا لي التوينشي من دكوال والخرين الدراري خوتي مخدامهم معيط الحزام تا هو ولد مشاكل وين الناس كانوا كيتخطنوا كوار انا واحد منهم تاع الكبير وحرشوني الدراري قالوا لي راه باغين يختنوك عطيه الهروب هربتي هربت فين مشيت مشيت طلع لدوك كذا وتبعني واحد يقولوا لي الشرقي نسيبي باخذ اختي كيفاش قلتي تبعك شكون الشرقي ها هو باقي حي هاك تعال هاك تعال هاك وكا عمل فيا عتاك مشني كيلرنب وكانوا جابني اليوم وش حال عندك هذيك الساعه عمرك وعت نعرف عت نخاف كره 12 13 كبرتي كبرت هذا جابني اليوم وانا يقول ما بقى عاي كتفوني انا نسحبهم معاه باغيين يدزوني كتسحبهم باغيين يدزوا لك راسك اي باغيين يحسنوك اه ساعه وما غادي اختنوني كبرت حرشوني الدراري وخوفوني وانا نعيج بد ملي ضربوا الفقد فيا لقوني كاع ما كاين ما عرفش كولي وراني اليوم سارع الغلم لي قال لي مراه هربتو هو مالو قال لي راه بغي نختنو ومشى هذاك تعالى هاك الفلوس هاك الفلوس تعطاني هو يشبر فيا وتحموا عليا وهزوني على كتابهم وجابوا جابوك جابوك فين حطوك في القصري في القصري زيد اه حطوك في القصري في القصري ودايرين فيها البري وديال الغلم عامره بالري وديال الغلم ديال الغلم بما جا البري ديالك تاع اه ياه وابدا يقول لي جاك العدام معمني قال لي شوف شوف واحد القوبعة في السقف فين فرخة شوف 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 القوبعة في السطح عشتي وهي تطير القوبعة اش الطار بيا هو كيفاش الوليد هزيتي راسك الفوق تشوف القوبعة قال لي شوف واحد القوبعة وليدي شوف شوف فين هما وليداتها كيرقبوا علينا زيد قعدت عينيا فيها في القوبعة طار لي هو بالفرخ دعي الله صحيح آه. الله. حر 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 كاين الحر ديال الحديد ديال الحديد بحال لا صحيبك مقص حدادي حياني صحيبه صحيب خيب ديال عبيده ترمى ديال عبيده ترمى جاتني التبوريشه وعرقت وصفرت الله يرحم الوالدين التبوريشه وعرقتي وصفرت صاريتي قول يا الوالد الله يرحم والدينا ووالديك اولدي غادي تموت اولدي بغى يموت العيالات يرشفوا يا بلا ما تخافيش
وركبتني واحد المرأة على ظهرها وخرجت تعمل فيا أشوف وليدي دوك الخيل كي يحركوا شو واحد ناقة تبحى ولدها عيشك وليدي ما أنا ما تتعقدش وتولك أولك أولك أوه دمي لا حق بلاد عود وجاي حامل من جيت الكود اللي من عندي إيه. ودمك غادي مع الطريق ودمي غادي مع الطريق وقدر لهاك المرأة مع ظهرها مسكينة دابا من المرأة اللي كانت تحملك كي تكون عريانة من ظهرها علاش الحمد ديالي أنا الحق العدل الحمد ديال المرأة والتصق عليها هذيك هي الحنانة وهذاك هو كيف الدواء هذا هو الدواء ما كاين لا دواء لا والو الدواء ديالنا هو الرملة تاع الواد سخونة الرملة ديال الواد سخونة سخونة زيد ديال الواليد الله يرحم والدينا ووالديك وتقول لي سير للواد زيد شوف الرملة سخونة راه هي اللي تداوي كمد بها كمد بها ما كاين لا 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 دواء احمر ولا دواء احمر لا ديك الرشاشه والدجينه ما كايناش ما كايناش لا ديك الرشاشه ما كايناش دواء الخلع كيفاش الوالد كانوا يداووا الدري الصغير اللي مختن بالبيض ما كاينش الدواء شدوا البيضه ديال الدجاجه زين ويديروها في العافيه في الفخر تتكرم شوفوا شي قصديره ولا جالوقه زين تكرموا دقوها تتسير الموم تراب هذاك هو الدواء عندهم يدردروا بها الواحد البيضه بمحاب كل شيء كل شيء بسقافات تحرق ما يبقاش اثرها قاعد تقول انت ماشي بيضه كحله تولي كحله هي بيضه ولا كتولي كحله النيران حرقتها زيد مع هذيك العافيه كتعود فيها الدواء هي يدردروا بها الدري كل نهار تيبره تيبره على خاطره ما كاين دواء ما كاين حتى حاجه ولا الحجام شحال ياخذ شحال كتخلصوا؟ شي كيعطيو الحجام فاك العاصر شحال؟ كانت الوقت عيانه فاك العاصر فلوس قليله لا عطاو 100 ريال ولا 70 وطير تاع الدجاجره ما قصروش يمشي فرحان مزيان مزيان بخير بخير وقرانك انت اش كيديروا ملي كتكون ملي تكون مختن؟ اش يديروا؟ تقعد ملي نكون اسيدي مختن انا اللي جا كيدور معايا بالفلوس يسكتني شحال 4 دريال هذا يعطيني الجريالات تنجمع حاويج مواليه واحد الشرويطه ويحزروني بها الوالد الله يرحمه دابا نشري لك منها معزه دابا نشري لك منها معزه زي وطوال ليا مع هي مخروها ليا الوالده وتهز منها تبقى على الشرويطه ما بقى عندي لا قيمه المعزه ولا قيمه الجي عبد الرحمن الخديري قالوا لي انت من الخيل ايه تخيل خيال ايه خيال خيال شكون الخيال الكبار ديال هنا ديال ولاد منصور دروك ما بقاوش الخيال قدام 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 سيدي الفقير عباس شكون فقير عباس سيدي تنقولوا لي احنا سيدي الفقير عباس فقير عباس فقير عباس كان دا كان باردي كان علام تاع الخيل علام جيد علام جيد وشكون اللي معاه كانوا معاه خوته وكان معاه الوالد عدي ومع عمو خليفة بن هاشم ومع المعطي والخوه هذو كانوا خيالة كانوا خيالة ولا بدأ منهم وكان بقوج سمعتوا؟ واحد كان يقولوا لي بقوج بقوج هذاك مشى موبا مشى ما بغيك موج مع أمي الخير مشى هذا سيدي بارك مشى سيدي بارك سمعتيني؟ زيد مشى سيدي بارك مشاو هما بجوج هما بجوج خيلهم زرق بجوج مشاو رما من واحد لوطاق رما من واحد لوطاق داروا الرمانة داروا لهم محمد هادو الناس ديال تم ديال تم مي القبيله داروا عمد داروا عباده بحال القصبات وداروهم وداروا علقوا فيهم الرمانه في الرمانات اي وقالوا العلفه اللي خرجت راه هي الكبابه واش غير فاش تخرج خرجوا في الرمانه اللي ضربوا جعبها ما يضربوا الرمانه الصربه اللي خرجت في الرمان هي اللي رابحه ومشاو ديالكم ولا مشاو ديالنا هذوك جوج هاجو مشات الصربه كامله لا علاش شاوج ما بغا يمشيوش معاهم قال حنا ما شالينش ما بغينا نمشيوش قال لي عاود نمشيو انا وياك هما بارديه قاطعين بارديه بقوج الولي بقوج وباك باك المعطي باك المعطي ايه زيد مشاو ملي جاتهم النوبه قال لي حتى هنا كي غنديروا حنا جوج قال لي ما خرجوا فيهم موين 20 ما بقى حنا جوج حنا جوج كي غنديروا غنديروا معاه قال لي 20 واحد لازق لهادي يجيبها الاخر وحنا جوج في الراديين حنا جوج ما عندنا كما غادي نديروا صعيبه صعيبه قال لي اش غنديروا غادي نشاميو حتى دوج من القصبات هيك وانا من هيك تنفوتوهم ونقلبوا فيهم الله هيك اللي داروا لي كيفاش قال لي تمشيو نزيدو تمشيو هذا واحد غيدوج من القصبات من هيك وواحد ميدوج من هيك قال لي ونقلبوا فيهم الله ربحالك تفهتهم اللي قلبوا فيهم
كيفاش ندورو باللورانية بنشوف؟ لا ما داروش باللورانية، غادي الخيل طالقينهم وقلبوا بمنكحل، قلبوا المكحل ورام، قلبوا المكحل ورام وخرجوا في الرمانة، وجابوهم في الرمانة، جابوهم في الرمانة. اتهدوا قاطعين ديالهم وهادو في النجاوة. هذاك الراجل جاب سخانته قوش بقوش، هذاك العلام اللي كان معبو اللي جايين في الطريق قال لي معطينا جات مسخانة ركبوا القيطون تمو جايين. مرضوا بجوج؟ لا مرضى هذاك بقوش. واش من العين ولاش؟ لا من العين بنادم ضربتهم العين. زيد جايي جاب سخانته قال با في الطريق قال لي يا ودي معطينا راه غادي نموت وعاودي توا راه غادي نموت وراه لا خليتو كالو الكلاب راه ما نسمحش ليكم. قال لي تقول تا هاد عقدتك سخانه وتقول؟ قال لي لا تين ملك هو هذا جا وما بقى بوتا تعشى. قال الوالد عندي يلاه نشوفو بقوز راه مريض راه جامري نشوفو كي ولا عبيل وصام كيما العاده ثاني. قال لي المعطي دابا تخليو عاودي ياكلو الكلاب. قال لي لا، قال لي انت راك مريض راه تا جاتك سخانه بحال نحنا تنقولو ضربك البرد عديت هاد هاد عديت هاد هاد. قال لي لا راه غادي ما قالك ما كان يفزر الحال تدم الامانه امانت ما تنيت هذاك الراجل بقوه. ايوا العود العود بقى يتردخ بالشكال وبالكراف. مشاو داو الراجل الميشان داو الروضه ملي رجعوا لقاو العود مات. قال لي الوالد عدي تعالوا ندوا العود راه وصاني مولاه راه ما خلوش ياكلوا الكلاب حسن. فين داو؟ داو لواحد البلا تنقولوا احنا البحيره هاد الناس كاع يعرفوها تيقولوا البحيره دفنوا واحد المطمور. هذوك ديالنا جاو نصارع عاد العيادي جاو وعلم ماي الخالي تبوردو يا ما تسيع مارك يا ما تسيع مارك زيد تي تبوردو. قالوا لهذوك العلفات قال لي من العيادي بغا يتفرجوها في عبيبيش. هذاك الشيء اللي كان يقولوا لي عبيبيش الفقير النصارى بغاو قال لك يتفرجوها في عبيبيش. اي هاد عبيبيش باردي قاطع راه قاعد الناس يعرفوا حتى هو مقدم هو العلام تاع الخاي هو العلام هو خو بقوج اللي مات هو خو بقوش لداتو سخان لداتو سخان زين ارا سيدي النصارى ملي ضربوا الضربات هاجي قلبوا لهذاك الشيء اللي قلبوا ليه المكحله قلبوا المكحله تفرجوا ملي قرب الغدا قال لك يضرب النصارى يتفرجوا دارت يتفرجوا تجي قلبوا لشي ديال المكحله الفقير هذا الفقير عباس يجي قلبوا لي المكحله كيفاش هاد المكحله هذاك راه لدا شي دابا وقاعدين دوك البركاكه مع القايد دوك البركاكه مع القايد ومعهم الشي حسن عندنا المنصوري هو قال لي وما كانش يتفرج العبيبيش مال السير هذا بان سكاوي هذا العيادي تيقول العيادي كيقول لي قال لي ما كانش يتفرج العبيبيش مال السير هذا بان سكاوي على العلفه الاخرين زيد وانا قديم واحد تيقول لي استرقوا التسالمي قال لي كون ما كان طالب العود شي ديما مات لي العود طالب مع عمر بن الحيم اش قال لي قال لي تا يتفرج وين يكون ما كان طالب العود وسيدي كان مات لي العود وطالب عود من عاد واحد تيتبرد عليه تتبرد عليه قال لي ونقضي هذاك الشيء حسن عندنا المنصوري قال لي ما طالبوش طالبوا من عند خوته ما طالبوش من عند باباك خاص موتم هو يتبعهم لي قال لي من قيتلو تغدى وتبعهم شي حسن بطوموبيلته قال لي خلي عباس هذا العود ديالك قال لي شي مات لي العود هذا طالبان مع واحد السيد قال لي هذا العود غدا ما تركبوا عليه شاكوا الفلوس وسيروا الجمعه تحيم سريع عاود سار واحد الراجل تيقولوا لي البغدادي وبو شراو العود هذاك العود والله ما قدو السرج انا باقي عاقل عليه هاد العود هم قداش جابهم من جمعه حي هادوك الناس سبحان الله الناس كانوا يموتوا على العود كانوا يموتوا الناس كانوا يضربوا الناس على بعضياتهم كانوا يضربوا الناس على القبيله على القبيله قال لي ما تقول لي طالب العود ما بغاش يرضى هذاك تبعو قال لي هاكا الفلوس سيروا صبحوا الوالد كان يسمعوا الخيل هي ديال العبده اي الخيل اي كان يجيو من تما اي من الاول جمعه حي معروف الخيل هي عبده خيل عبده جيني وين معروفين الشرقاوه هما الركبه اي شرقاوة هما الركبة ولاد ربعت بجعد ديال بجعد اي ديال بوعبيد هادو بوردي ولاد بوعبيد هادو بوردي بز من كل واحد هادو بوردي بز من كل شيء انتوما معلمين عليهم احنا تعنا عندنا ما نقولوا احنا عندنا احنا داك عندنا البوردي بجعد ملي كتقطعوها في الرمان وقال لك مع زيد ابا زيد اش لا ما داجو صافي زيد قول لي واحد العام ثاني باقي مولاي الطاهر تيعلم بديونا مولي الطاهر مولي احمد تعلم بديونا والباشا حمو علمهم قال لي مجي قال لهذاك كانوا صحابو الباشا حمو تاع جديده ديال جديده قال لي تجيو المولى عبد الله عندنا قال لي كلشي راه مقوم البطاق الخادم كلشي شاروا هناك انا هاك الشعمه كاين لي كاميات الوالد ديالنا زروا الخيله قادوهم تعرف العود لا شار مكرفس تعيا وشاروا داك الماء ديال دوكا هاك الشعمه عندهم المجبد ما عندهم لا ما لا والو العود تعيفوا داك الماء ما بغا يوردوش الخيل الخيل خلطوا بحال كارمي خاطر الخير كارمين تكرسوا في الطريق تيدوجو دكار يقول لي واني الناس هادو على العلم الباشا واني خايل هادو قال لك بوال العود نعشبوك وتاع دكار
لعود هنا وقاك نخينا خلطوا بحال سنان. كيفاش؟ خلطوا الخير ناقصين. بحال بحال قلتي؟ خلطوا بحال سنان. صنارات عاد العود رقيق. عادوا بحال صنانر. ايه. زيد. زيد. ها راه سيدي قعدوا مع تنهروني من الباشا قال لهم قولوا للمي الخيل ينوضوا. قولوا للمي الخيل علموا برحوا والمجم هودوا لعدوا هودوا للمجبد. قال لي يا مولاي احمد نوض تركب. قال لي لا سي حنا انت نسالحوا. قال لي راه مطلقت لك تم خدمتك التشريف تلو. مشاو تيشمعوا بوهم مولاي الطيع تيشمعوا تيقول لي وهني الناس هادو عرضني من الباشا وهني هادو خايل عندهم وهني هادو. قال كان مشينا قال ملي جاتنا جينا وين النوبه جاتنا النوبه قال لنا جيدوا الصرفه جيدوا ما جيدوا لا قال لك مشينا با قال لك مشينا عند مولاي احمد قلنا لي راه تيقولوا قال لي الا كانت حمرت عيني تقضي دابا نزهروا عليهم ما كانت ام حليمه ما تقضيش الله هنيها شنو نطلعوا حاشاك بالجبل. اش قال لي الا كانت قال لي كانت حمرت العينين على ام حليمه ام سري. قال لي الا كان حمرت العينين تقضي دابا نزهروا عليهم دابا زعما نتفرجوا في راجا زينه. الا كانت حمرت العينين تقضي غادي نزهروا عليهم غادي نتفرجوا غادي نتفرجوا ما كانت تقضيش حاشاك نمشيو نطلعوها بالجبل الا ما كناش مرضيين غنشيرو نديرو مع نطلعو وجوهنا بالجبل. اي زيد قال لي مشاو جاو للمجبد قال لي يا مولاي احمد دير الخيل تعرفوا المجبد دير الخيل جماعة تعرفوا المجبد تعرفوا يدرجوهم بالدراجة تعرفوا المجبد. مشاو الخيل تعرفوا المجبد رجعوا قال لي مولاي احمد ما تدرج لينا ما ندرجو ليك ندها وحده نوضه وحده ما تبقى تدرج لينا. قال لي وغنى علينا في الغوطه تعيط يطيح بنادم القرياج لي. قال لي ما تغوت لما عاد يطيح بنادم القرياج لي. هذاك الشيء اللي دارين غنى عليهم دفعوها لقدام خرجوا لقدام خرجوا لقدام رجعوا جاتهم انه جاو العلفات تاع دكانه وتاع عبده وهم اللي يطيح يقول لبا قال لي وان معطي راه دورا قد يمشي كلام عندهم ما يعاودوا البارو. جاتهم قال لي يا مولاي احمد قلب علينا اللعب قلب الله جاو نحن كان يقلبوا الله خرجوا الله زيد كي خرجوا الله بحال القضيه ديال الرمانه تيقلبوا الله يقلبوا الله بحال القضيه ديال الرمانه. قال لك ثاني غيب علينا في التخريجه تركبوا الخيل للكرياج خرجنا قال لك بنادم قال لي خرجوا بعض ياتم قال لك ملي كنا راجعين من الصف قال لي شتم يضحكوا ما طاري لي موالو قال لي ما ضحكوا قال لك عاد يقولوا الناس وكنا غادي نمشيو وانا غادي نتفرجوا بهذا الماء ينقلب كنا باغيين نمشيو من الموت وانا نتفرجوا بهذا الماء ينقلب كنا باغيين نمشيو وانا عجبونا هذا الماء ينقلب هادو اللي كيقولوا قلب اي هادو تيقولوا قلب عجبونا زيد قال لك اسيدي تفرجنا النهار الاخر جا العيادي عند الباشا العيادي ديالكم ديالنا حنا جا عند الباشا العيادي ديال رحمنا ديال رحم مسلع عند الباشا الباشا حم ديال جديده ديال جديده. قال لي اسيدي هاد الغوطه عندكم قال لي هاد الغوطه برانيه للعيادي يقول الباشا قال لي شت حنا عندنا البارديه وحنا عندنا كذا قال لي لا ضحك مع الباشا ضحك مع القي شويه ويقول يا عندنا شي وحده متول الجبل الخضر عندنا شي بارديه قال لي صيفط ليهم يجيو نشوف. عيط لهم قال لهم اش جاوا الدراري شدوا الخيل نجلوا سلموا لي قال لهم اخويا شكون عطاكم التسريح حتى جيتوا تنها البلد دوكا قال لي اش تكامل لينا التسريح قال لي والله اخويا ما حمرت وجهي ما ختي ما ندير لكم واحد المرضى اللي تموتون ولي ملي حمرت وجهي سير الله يعاونكم راه من هنا معلومين غادي نركب معاكم غادي يجي الملك القلعه تاع السراغنه ونمشي انا اللي غادي نعلم بيك هذا القاي بعدوك لي اصحاب قلب اصحاب قلب هديونا وما حمروش الوجوه كنحلق معاهم كنحلق معاهم قال لهم انتم جايين ديروا من جايين ديروا مع شكون اللي عطاكم التسريح شكون عادل ليكم عادل ليكم باش تجيو هنا البلاد كلها كون ما حمروش الوجوه ما حمروش الوجوه غادي ياخذوا الدار كون رباك تا هو تسيكل معاهم تا هو حسب عليه. كيفاش قلتي لي واحد النهار شراه هو هذا الراجل شراه عاود مشى مع ابوه لسيدي بنور ولقى واحد جدع لقى واحد جدع قال بو ما نفوتش هاد جدع باغي ندين نعود نركب عليه ونهار سيدي جاب داك الجدع وبقاك يا ربي فيه ربي تخرج واحد جدع مشينا للموسم هنا في الاربعه صخور ملي مشينا للموسم كيكرف لي حتى كتزيد الصربه تفوتوا بواحد 15 متر ولا 20 متر تسبقوا اي تسبقوا عايط طلق لي ويجي قدامها يجي قدام الصربه هو القدام يجري كيجري واحد العود دهم واحد العود دهم ما 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 تبي زمن مسكين هذاك العود هذاك من هذاك النهار جا جهاز رجله من تما كان يجي بقى مرض مسكين بالعين تاع بنادم زين كيفاش الوليد الصالي درا دا واحد راه تيقولوا لي صبري
ودار السلك بغى يورد العاود تمشي شي عاود ثاني السلك عندك الحرس واحد واحد البير في الموسم هو يدي لي هذا العصاب هو يدي لي هذا العصاب هو شباب ولا جابر هذاك العاود جا ولا جابر تيصيدوا الشلاك وثاني زيغ وانا نركب عليه وانا نتبع الرنب تبع الرنب شديتها بقيت تتابع هذاك العاود بحال بحال ده تسديتها كاك واقفه قلنا كان ما عندنا زايدين عليها قلنا الناس عندنا ماينين وبغى يديروها فات على العاود وين هذو هما اللي صفاوها لي هذيك ديناه ما جناش من الموت ولقي الشريف نعم اسي الهندي شحال كتاكل في الهندي الهندي كنت كناكل فيه 10 15 وكان فراني على الزمه ايوا الا ما فرانيتيش راك غادي تعود غادي للسبيطار كتخاف تقطع لك الفران الا تقطع لك الفران مشيتي في يد الله الله يرحم الوالدين خاصك تاكل على قدرك انا شفت شي وحدين دابا كياكل 50 ولا 60 ويقول قاديناها حتى راك قاديتي تال مصران تال مصران قاديتي سايبه انا واعره سايب الهندي 10 15 صافي وخاصك تكون شارب الحريره هي الاولى الا ما كنتيش شارب الحريره كول على 5 في الزعبول انا كنقولوا لي الزعبول دوزنا الكرموس دوزنا العنب دوزنا كل شيء دوزنا دابا كنمشي نيت عند شي ناس نسابي في البحيره تما ها الكرموس ها البحيره كيقول لي تعال نجيبوا الدلاع تنقول لي الدلاع اشني فايتو راه فايتو انا نسقوها ما وشني دابا الهندي 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 صحي مزيان الهندي ما عنده تفرق ما بينه وبين العدس عدس قال لك يقفل الودنين ايه. والهندي راه عارف بلا ما نقول لك هو كيقفل الودنين لا هو كيقفل الودنين العدس كيقفل الودنين والهندي كيقفل الودنين يقفل الودنين هو والعدس ما عندهم تفرق كتعود تسمع حديديين بجوج بجوج حديديين حديديين بجوج العدس والهندي حديديين حديديين كيقتلوا ويني تتاكل العدسيين العدس ناكله وين الهندي الا ما هندور بيه كتخاف صحيح لا انا مالي انا رخيص عليا الموتور عدي علي كانت نعطيها ليه كتخاف تشعل لك البوله ايوا انا شعلت ليا البوله راه بقيت برد الارض وانا كنعيش في بلاد موطنيه هنايا مع كاينه لا ماني عاتقك ولا ماني رحمك ما تلحق على الطبيب تتموت ولا صحيح صحيح هادشي على الماكله رحال ما عمرك حضرت شي واحد مسورت مسكين بالهندي لا حضرت لواحد السيد داوته لمراكش قاع اييه مالو ايوا مسكين دخل للجنان بقى هادي عجباتني هادي عجباتني هادي عجباتني هادي عجباتني تخيط كل شيء وخرج مخيط الله يرحم الوالدين ما كاينش ملا خرج مخيط خرج مخيط من جنان واش طرا ليه مسكين داو للسبيطار قلنا ليه اش جيتي دير هنا في السبيطار الحسن قال لك ما كاين ما نقول لكم راني في الحج الحج ايه حنا كنقولوا لي مشى في الكرموس كنقولوا له راه حج ايه الحج ديال قيليز ديال قيليز الله يرحم الوالدين سمعتيني ايه قلنا لي وبارك الحج يا بعدا هو قال لك الله يبارك فيك هو قلنا لي الا بقيتي بالحياه راه مزيان ولا داك الكرموس وعا عليها الى داه الكرموس مات تم يتسوعه الى مات كيتسوعه الى ما ماتش راه غادي يرجع ياكل شي 50 اخرى ولا 60 انا متي بالله اه دابا رحال باش نعرفوا كيقول القضيه راه فيها الطبيب رحال ما يصعبش بها الموت رحال دابا باش يبان لك باش تعرف بنادم لاقطو الهندي بنادم اللي يبان لك لاقطو الهندي كيبان لك كيتحبط يتحبط اه كينوض من هنا يبرك هنا مسكين حيت مزير عنده الموتور كيتعقر اه الموتور مكوانسي عنده الله يرحم الوالدين سيب آه. ما يبقاش يبرك وين غادي يبرك هو مستتب مسكينه بحال الماوي ديال القرطاس وفين بغى يبرك معدو فين راه الكرموس راه دا قومان الله يرحم الوالدين اي ما كاينش ملاغه مدي قومان الكرموس عندو الشهاده حنا دابا ملي كيلحق عندنا الكرموس كنحضيو الدراري ولادكم ولادنا علاش كنقول لي 4 ولا 5 كنقول لي تساس خرج لنعودو غاديين حتى حنا في السبيطار نقلبو كيفاش يتساس يتساسين ودي يجيب دورة يبعد منا هاي اه احنا الكبار ناكلوا 10-15 الدري صغير كان عطوه 4 ولا 5 نقولي نور حي ما يفوتهمش نور حيد من هنا تاني تاي يأكل ماكل أخرى تاني ويهضم عدا يمكن لنا نعطوه سير حال بنادم كي بعدي لقطوا الهندي وانا يعود يضحكوا لي الناس هنا اي يعودوا العيالات جاية تعدوا على سلامتك هو كان في مكة كيفاش على سلامتك ملي فكوا الطبيب ويجي يا على سلامتك ملي تفقدي هو كان في الحجو وراه على سلامتك هو مرتاش على راسه
خايبه صعيب قاعد ينقي وياكل ينقي وياكل كيتشوه على عدوك درك ولا بغيت يتقتلوا نقي لي الكرموس معديني واش دابا كيتشوه وسط الدوار وكانوا جاوا عندي شي ناس حجاج من دار بيضا زي كيجوا عندي بوقت كرموس ايوا والف وما تلاش بغيت تفرقوا عليا وكون كان واحد سيد يقول لك هادشي اللي كاين هادشي اللي كنعاود لك راه بالدليل ديالو ماشي كذوب ولا كنوبا جايين حاتين على مايسطاتهم وجايين عندنا هذيك النوبة سيدي واصبار ما بقى لي الكرموس كنقلعوا لهم كريميسان طيبوا بيضات ندبحوا الدجاج هاك النوبة دارت ليا في الخواق وانا نمشي جبتي الهندي قال لا ما جبتش الهندي مشينا شرينا واحد النعجنه واحد سيد الله يرحمه كيقول لي خويا راه مات كبيره شرينا لك واحد النعجة حاشات قطر كيفاش حاشات قطر طب سمينا زين بيضة قلت لك تقطر ملي قردنا فوق واحد الشواري الحاصولة هادي الحاصيل وقردنا وزعنا احنا سبعاتنا جت لي ما سيدي واحد الشامية ديال اللحم قلت لها طيبي الوالدة وعطي لخوالك قالت يا وليدي هاد اللحم سمين قلت لها ما تخافيش منه عطيبي وعطي لخوالك وهذاك الشيء اللي درنا عمرنا ما تليناش النخواله الله يرحم الوالدي مناش ولاو مقفضين ويدوروا عندنا هنايا وكيشتي هنايا ما كاين لا بيت ما لا والو عندنا دايرين لهم الفرق في البيت طاحت عليهم الكرش طاحت عليه الكرش ولا مقفض ويدور قلت لي يلا دارك يلا جاي عندي انا هنا عندي الزرده ولاو الوالده واحد هادشي ماشي كذوب كانوا بيجيو يقعدوا برا ونضربوا بعطيه ضرب عطيه قلت لي ما تفرقني معاهم عاد النعجه صافي درتي لهم صافي درت لهم زيتها صافي حيت ما هازين تا هما ما حاطين كيجيو عندي طوال كيجيو طوال يجيو طوال رديتيهم قصار انا كنت كنبني المنادف في الخلا فخ كبير هو المنداف هي النشوة زيد النشوة ايه وهاد العين هاك سيب راه عرفني في الكتاج نبني الحاج في الواد هنا بنقولوا لا الولجة وآريت الديب والقمرة وانا صامت ليه وجايب راف دعود كان يبري على النشوة بحال البشر يدير لها هك 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 ثم اللي تعتقد خلى داك العود وشب حالته هو هز عود فمو ويرشق بيه في الأرض ديب كيدير بفمو ايه هز عود بفمو ويقيس في الأرض زعما قلب على المنداف واش كاين اش كاين باش ما يتصيدش من اللي داك حط فيه العود ناد المنداف شد العود بقى يشوفه وكانوا زاد بحالات خطير البشر خطير ونص ديب ابا ديب قاطع وخات حديدات هي ما يقدر لي الله او وين شكون الحاجه اللي تقضي على الديب شنو الحيوان اللي كيقضي على الديب شنو والديب ما سلوقي سلوقي فواحد التاريخ كيفاش قلت يا الوالي سلوقي اللي يقضي عليه كيمحنو مناش بجري الجري با اي انا داروها بيا ديال كيفاش غادي بعاود تعسنا نطولوا هنا عاد هنا بقيتهم بجوج ركبت تبعت واحد لعبوا بيا انا جوج ديال ملي نزري على الاخر بالعود الاخر يقارض الارض نقول انا هذا هو اللي يرزع لي الاخر تاعي بريك تساره بقاو تطلعوني الكل قال لي عاود لي والله الا بلجي الله يرحم الوالدين راه هي واقعيه بلاتي دابا بعد كتجري مع واحد الاخر تيقرد تبع الدين بس زعما تخفيه وتخوي وقف وهاز معاك مكحلتك ما عاد لا مكحله لا والو غادي نعاود نطولوا ما عاد لا مكحله لا قال هاك تسيس العود وغادي نطولوا في الزرع بقول لي اش وقت يقول لي اش وقت الربيع وكتولي كتجري معاهم انا ملي لقيت ركبت على العود ركبت على العود قلت صافي جاب الله هذا غادي نتفرج عليه ركبت عليه ما لعبوا بيا تيجي الاخر واحد يقرد من داك اللي خليته يقرد الاخر ماشي نجري عليه من النجي الاخر هذاك توقر ملي بحال حتى يتشرحوا عليا تطلعوك الفوق تطلعوا الفوق قال لي ما قاعدك ما دير لينا ارجع بحال ديب ابا ديب هادي خطير ابو وينك قلت لي كيقضي عليه سلوك يقضي عليه سلوك ما حنا ابو مناش يجري ها يجري كيقهروا تيا كيقهروا ويشدوا يلوحوا وراه شدوا وقف نشدوا منك يروحوا وراه سلوك راه مجهد بزاف سلوكي صح مني هو ما عدو الكرش واني عبريت صحيح سلوكي بعد يشد الديب يجروا ويلوحوا وراه يقتلوا لابوه كيفاش قلت لي الوالد القايد العيادي قال لهم صليوا قال ارحامنا قال لهم صليوا بجز اللي ما صلاش جيبوا لي قال المقدمين الشيوخ جيبوه لي زيد جيبوا لي هذاك ما صلاش صار علبه المقدم دا عاد القايد قال لي ما كلمه تصلي باباك غادي نسلخك هذا جا النهار الاخر
جات مرتو مشى هو خرج عروضه وبدا يصلي عاد العروض بدا يصلي بلا ودو بلا والو عبالي القيد لا بالي المقدم ما خصو يصلي جات مرتو دافع عاد القيد المقدم قالت لي راه راجلي تيصلي العروض تقول القيد ما صلاه راه راجلي قاعد يصلي دابا ترد ثاني تقول القيد راه ما صلاه ويصلي بلا ودو صلي بلا ودو عبالي المقدم تخلع كيفاش هذاك اللي جاو كيقلبوا على اللي كيصليو قال لك واحد الناس جاو للدوار بغى يشوفوا الناس واش كتصلي ولا ما كتصليش جاو بداو بواحد السيد قالوا ليه يا سيدي كتصلي قال ليهم انا كنصلي قال ليه المغرب شحال فيه من ركعه قال ليهم فيه ثلاثه عرفوه كيصلي سولوا على الاوقات ديال الظهر وداك الشيء سيبو طيب بقاو في حالاته وما عيطوا على واحد الصقع قال يا جيتا كتصلي قال لهم اه كنصلي بس زعما يسلك بس تا هو يبان من جهه الله ويبان من جهه ويسلك من العصا مفلت منا قال لهم كنصلي هو يبان ضد قال لي اجي المغرب شحال فيه من ركعه قال لي فيه 15 تعال فيه 15 اعطيو له هذا كارموف عجبوبي بقاو يعطيو تخلى ظهرو طم من كرشو تلقوه ويمشي عاد المرأة شاد مرتو شاد مرتو هكاك دماياتهم جرت ما فيش ما يتشاف وحتى ما لقات لي البارك قال لا تسولي راه جاو شي وحدين قال لك بغى يشوفوا الدوار واش كيصليو شي ولا ما كيصليوش قالت لي وانت مالك قال لي انا راه دوزوني من الصيره راه سولوني على واش كنصلي قلت لهم كنصلي وقالوا لي قالوا المغرب شحال فيه من ركعه قالت لي واش قلتي لهم قال لها قلت لهم في 15 وهي اللي قالت على مال ضحكة الآخر على قول المغرب فيه 15 المغرب فيه 3 وقال لهم قنعوا لي كتاب 15 ما بقى قنعوا 3 أنا قلت لهم 15 وشو واش داروا اليوم ما كون قلت لهم فيه 3 ركعات كراني قتلوني سلوقي سيدي واحد سيد أنا في الدوار كان يقولوا لي علل هذا واحد سلوقي واحد معه فرحان بي وديري واحد السمطانة واحد سلوقي بيوت قد طيارة قد الهليكوبتر ودي الهليكوبتر اسمع والله يستاهل فرحان بداك السلوقي قا يقول يا حسن بقيت يشيرنا في الخلاء ها هو اليوم غدا وانا نخزر لي واحد لنا براكده جيت لي قلت لي علا راه كاين واحد لنا قال يا هو والله يا ابوي فلتا هو مكلو علبا كرشو قد البوطه صاحبو كيعطيه الكرعين وزيت العود هو باش كان يجريو مزيان يجريو مشيت انا واحد السيد كيقولوا لي البهلول قلت لي انت شدوا التسلوقي وجهي الفوق هي راه في الكوديه راه غادي يطلع على الفوق الارنب كطلع على الفوق في الكوديه درك ما تهبطش لتحت ديما تنوض من هنا وتبان لك غادي يطلع شاده 60 ولا 70 في الطريق في الكونترو زين واجه الفوق عاد انا هذاك علال واطلق سلوقي ويتلقوا واتبعها في العقبه ومكلوها البن ويبالك السلوقي غادي داير الخيط بالبلور لا غادي تابعوا البن تابعوا البن داير خط تاش هذاك الشيء قال لي هذاك صاحبي البالو اللي معايا تاش هذاك الشيء قلت لي هذوك راه مهندس كيعلموا في الجيره غتكون شي مدينه هنايا السلوقي راه عاد مهندس قلت لي راه عاد مهندس كيعلم في الجير ومشى وكل واحد مهندس كيعلم بالجير باغي يديروا الطريق باغي يديروا الطريق باغي تخرج في هذا الكوديا غدا كي تراكس بقينا نضحكوا طاحنا بالضحك هو حشم وسلوقي وقال لك دايرها بيا الله يا قلت سي تعطيها البن بغيتي يقبض لينا الارنبو ما صحيحش البن يعتمد عليه هو عاشد في الكوديا واعتمد على ديك الباتان ويطحن لي الريدو كر ويبان لك البن داير الخيط غادي بيني صاحبي داك الخط بحال ديك الطياره اللي كتخطط في السماء داير خط السلوقي راه عاد مهندس راه عاد مهندس كيعلم بالجير باغي يديروا الطريق وباغي يديروا الطريق باغي تخرج في هاد الكوديا غدا تجي تراكس قدم لكم برنامج ريحه الدوار.